السلام عليكم، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. اليوم جايبكم لعبة كراش بانديكوت 1. ها هي لعبة كراش بانديكوت 1. طبعا مثل ما شفتوا بالبداية استعراض الرهيب على بلاي ستيشن 4. طبعا هي اكثر لعبة نجحت على بلاي ستيشن 1 هي هاي اللعبة شباب، كراش بانديكوت بالاجزاء، يعني كثرت يمكن على بلاي 1 تقريبا 5 اجزاء، 3 مال الركض، وحدة سيارات، وواحدة مال الفيشة اذا تتذكروهن. هواي هواي اجزاء، وبعدين بلاي ستيشن 2، وبعدين ال 3، وبعدين ال 4. مثل ما شفتوا بالبداية الاستعراض انه مال 4 هي بنهاية 2016 الى بداية 2017، ولحد الان قريبا مكتوب عليها بالبلاي تقدرون تشتروها ب 40 دولار اعتقد النسخة على بلاي ستيشن 4، بس كاتبين عليها ريماستر، ما اعرف يعني ريماسترد، ما اعرف اذا كانت نسخة كاملة يعني 3 اجزاء لو جزء واحد. المهم شفتوا البداية مال الاستعراض انه بلاي 1 رسوماته شوية تعبان، البلاي 4 محسنية. اند انتظر كراش تيم ريزنج سيارات راح تنزل على بلاي ستيشن 4 قريبا ان شاء الله، بهي اونلاين. اليوم جابكم لعبة كراش اي بي كي. كراش اي بي كي حجمه 50 ميجا فقط، ندخل عليه. طبعا نسخة ايرانية. هنا يقول لك انتظر قليلا فقط يقوم بتحميل الاس دي يعني الى الحافظة، 5 دقائق فقط او اقل، هي اقل حسبوها يعني انا هسه دا احكي حسبوها، حينزل البيانات مال اللعبة او الداتا، بس حجمها صغير جدا لان باعوا نزلت ما طولت يمكن هيك نص دقيقة هم يعني مو 5 دقائق، نص دقيقة ونزلت. طبعا هاي اللعبة هنا ما بيها استعراضات، شوي مختصرين منها، بس القصة والمغامرات نفسها مال كراش بلاي 1. اول واحدة تدخل على اللعبة، البقية يمكن تنظيمات الاعدادات يعني السيتنج، وهنا ما اعرف شنو هاي، وهنا الخروج. خلينا نفوت على اول وحده وندخل على اللعبه. اوكي شباب، اللعبه طبعا 1996 يعني هي جيل التسعين، جيل الثمانين والتسعين يتذكروها، الجيل الجديد ما راح يتذكرها. مثل ما قلت حجمها صغير 50 ميجا بايت. طبعا هنا شويه مغيرين بالالوان والاعدادات على مود يعني شوي مختصرين من الفيديوهات والصور حتى يصير حجمها اي بي كي، يعني معدلين عليها الايرانيين مسويها اي بي كي. والله عاشت ايدهم، خوش مسويها. طبعا عندي الجزء الاول والثاني والثالث والسيارات والفيشه، كل الاجزاء عندي ماي بلاي 1. اي لعبه تريدون قولوا لي بالوصف، اي شيء يعجبكم قولوا لي عليه. خلينا نبدا ستار جيم. وبعد هنا مختصرين الجزيره، طبعا لازم مو هيك تطلع هنا، يعني المفروض الصورة هاي اذا طلعت قدامكم المفروض هيك تصير، يعني دار مداير الجزيرة، بعدين هذا الوجه مال كراش يتحول للجزيرة الثانية والثالثة والرابعة الأخيرة. دوس اكس. هنا المفروض الكراش يطلع جسمه كامل ويمشي على دار مداير الجزيرة، بس هنا مسوين الصورة مالته. خليني نراويكم المرحلة الأولى. رابط اللعبة تلقوه بالوصف. اي بي كي شباب حجمه 50 ميجا بايت فقط، يعني حجم اللعبة كله ما يتجاوز ال 100 ميجا بايت. هاي البداية مال اللعبة مال بلاي ستيشن 1 ايام الطيبين، جيل الطيبين. طبعا تقدرون تلعبوها على الجوستيك اذا عندكم جوستيك مال بلاي 4 او بلوتوث. هاي الارواح طبعا تقدرون، لا غلطت المفروض اقمص فوقها. فحلوه اللعبه شباب مال بلاي ستيشن 1. روح هذا القناع. اوجا اوجا منقله. طب يلا بلاي ستيشن 1 يعود على بلاي ستيشن 4 واجهزة الاندرويد. هنا أنا تفاح من احلى الالعاب على البلاي ستيشن 1 هي كراش بانديكوت. روح اوه طخني التفاح. من توصل 160 ما اتذكر بالضبط، يمكن 60 لو هسه نجرب يعطيك روح. هسه نجربها منقلة. طبعا كل ما تاخذ التفاح او الصناديق كلهن يعطوك جائزة او هدية يعني باللعبة، جواهر مثلا، هاي الارواح، اشكال بها هي اللعبة. رسومات مال بلاي ستيشن 1 كانت يعني مو قوية، بس من اروع الالعاب. بدون انترنت تلعبها مال بلاي 1 يعني جيل الطيبين، اعطونا لايكات. وجيل سبونج بوب راح يعطونا ديسلايك اكيد. هذا حرف السي عمود، من تموت يرجعك هنا، ما يرجعك من الاول.
لا والله 60، يعني من توصل 100 تفاحة يصير الروح الجديد. حلو حلو حلو، روح روح روح، جيب 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 جيب. اذا تلبس قناع يعني المفروض يصير ذهبي، بس هاي النسخة ما مبين بيها. المفروض هسه لونه اصفر، المفروض هسه القناع عندي لونه اصفر بس ما صار. لان النسخة شيت. وقعت تحكماته شوي مزعج. روح ضربنا تفاحة عادي. نعم صندوق 100 صار. طوني روح روح. طبعا هناك طريقين انت تختار يا اللي تريد، واعتقد لازم واحد بجوهر او بعدين الطوق بنهاية ال هناك مفتوح بس منها مسدود. هذاك ما بي شيء، هنا مسدود خل راويكم. بس لو وقع هو قا هو هاي تفتح مود يطق صناديق، مرات يفتح لك قنابل او يطق قنابل لك. خربني تحكمه. لازم جوستيك شباب، اللي عنده جوستيك خلي يلعبها. اللي المفروض هيك قاموا زعلانين كلهم، بس توقعني هواي. هذاك الطريق نفس الشيء مفتوح، هنا حطير حنروح مثلا خلصنا هاي المهمة مثلا. خل اشوف خلصت هنا بقى. هنا المفروض كراش يطلع يمشي، بس هنا الصورة مالته هنا يمكن مال خنزير. حنوصل لعبة رهيبة رهيبة، فقط جيل الطيبين يعرف قيمة هاي اللعبة. منقلة مو هاي مال خنزير، بعدين ورا هاي المرحلة مال خنزير كلش حلوة. ابو الفسيو لك مفتر مفتر. اوف صناديق اوف صناديق. انا بس داراويكم هنا عندنا هاي الطابوقات بالنسخة الحديثة تخبل صار الالوان فيها. اوه هنا هاي جماعة تطيق جوهرة او روح، او تقدر تروح يمه تاخذ صناديق وجوهرة هم تطي عشان تاكلني. جوستيك راد لي جوستيك. القناع فايدته انه يحميك، اللي ما يعرف الجيل هالوقت القناع يحميك. اذا تلبس قناع يعني مرتين ما تموت، اذا تلبس الثالث تقدر تطخ اي شيء امامك لمدة كم ثانية. يلا هاي اذا ضربك طبعا تموت. اوه ضربتني بالقناع، عرفت قصدي شلون. بقى الخطر خطر خطر خطر. اوكي شباب الى هنا راح انهي المقطع. طبعا لعبة كراش بانديكوت الجزء الاول، اتمنى عجبتكم. جيل الطيبين حطونا لايكات، جيل هالوقت حطونا لايك او ديسلايك بكيفكم. المهم تعجبكم اللعبة وتجربوها، ولازم جوستيك حتى هاي الازرار تصير عندك اسهل. خزن همينة بقى الخزن. هذول الوحوش اللي تتعارك وياهم. هذا الاقرع وهذا الاقرع. وين هذا؟ هذا الفارة. هذا الهندي وهذا الفارم مرة ثانية، وهذا الأرنب الأرنب أو الكلب الوكي أرنب. حاولوا تلعبوها على جوستيك بلاي ستيشن 4 أو البلوتوث أي جوستيك عندكم. وإذا أردت الجزء الثاني أو الثالث أو السيارات أي بي كي همي أنا، بس أي بي كي موجودة عندي، وقولوا لي إذا تريدون لو لا. إلى هنا نهاية المقطع، كان معكم علي العراقي، تحياتي.